مساكم الله بالخير. وما ننسى ما شاء الله حتى المويه تمشي، تو المطر ما شاء الله تبارك الله. الكثير سأل عن الصيام المتقطع، تكلمت عنه في حسابي الرئيسي وراح نتكلم عنه هنا للفائدة أيضا. طبعا الجو بارد جدا الآن، درجة الحرارة في الماسة 12. على كل حال، الصيام المتقطع عدة أنماط، ولكن أفضل نمط فيه واللي مشت عليه الدراسات وأثبتت فوائده اللي هو 16-8. 16 ساعة تصومها وثمان ساعات تأكل فيها. الثمان الساعات اللي تأكل فيها هي أي ثمان ساعات تختارها، وال16 ساعة طبعا أي 16 ساعة تختارها خلال ال24 ساعة. المهم جدا أن تثبت الوقت، يعني مثلا أنا أحب أني من 4 عصرا إلى 12 في الليل يكون وقت أكلي، خلاص يبقى هذا الوقت دائم، ما يجي يوم أأخر وأقدم. تقدر طبعا تأخر موعد الأكل، يعني تمط شوية الصيام ما في مشكلة، لكن وقت الإمساك يجب أن يكون ثابت، أوقف الساعة 12 أوقف الساعة 12. وش أفضل وقت؟ ربما أحد يسأل، أفضل وقت أثبتته الدراسات هو من 8 الصباح إلى 4 العصر يكون وقت لك، لكن أنا ما يناسبني عادي، حط الوقت اللي يناسبه. خلال الثمان الساعات تأكل اللي تبغى، ولكن 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 السكريات والنشويات يا كريم، السكريات والنشويات نوفر فيها ونقلل فيها عشان نصل إلى النتيجة بشكل أسرع. وفي هذه الثمان ساعات يفضل أنها تكون ثلاث وجبات، ومع الأيام حطها وجبتين أفضل. أما الستاعشر ساعة فأنت تصوم عن كل شيء، لا مو عن كل شيء، الماء تقدر تشرب نعناع بدون سكر، شاهي بدون سكر، قهوة سوداء، قهوة عربية، أي شيء بدون سكر بدون إضافات ما في أي مشكلة. طبعا شراب بالنسبة للأكل ما في ولا أي شيء مسموح. طيب سكر ستيفيا وريتريتول صحي؟ لا ما هو مسموح، أي أكل ما هو مسموح، حتى عصير الفواكه والخضار غير مسموح. وبإذن الله خلال شهر بالكثير تنزل من 3 إلى 5 كيلو. ما هو بس تنزيل وزن، حتى جسمك يا أخي تدعم. من فوائد الصيام أنه يكافح السرطانات، ينشط ويجدد خلاياك، أي خلية فيها يمين يسار فيها بعيد عنكم احتمالية سرطان يقضي عليها ويجددها. أيضا الصيام يرفع هرمون الشباب بنسبة 2500%، وأيضا يحسن الحالة النفسية وأشياء كثيرة. سلام.